القبلة. هذا هو الذي ينبغي عند إنشاء العمارات وإنشاء المباني ووضع أماكن قضاء الحاجة، أن يحرص على أن يكون اتجاه أماكن قضاء الحاجة ليس إلى جهة القبلة، بحيث لا يكون مستقبلا لها ولا مستدبرا لها. لأن إذا كان في جهة المدينة مثل المدينة وما كان عن مكة شمالا وجنوبا، فإنه الأماكن توجه إلى الشرق والغرب، وإذا كان عن مكة من جهة الغرب ومن جهة الشمال الشرق، فإن الأماكن تهيئ إلى جهة الجنوب وإلى جهة الشمال. هذا هو الذي ينبغي، وفيه الاحتياط يعني في الدين، وأيضا عموم الحديث يعني يشمل ذلك أو يدل على ذلك. ثم أيضا هو قول موجه إلى الأمة، ولهذا راويه فهم عمومه وأخذ بعمومه، وهو أبو أيوب لما قدم الشام قال: وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. وهذا الحديث حديث ابن عمر، هذا هو الذي أخذ به بعض العلماء وقالوا إن استدبار القبلة في البنيان جائز، استندوا إلى هذا الحديث الذي فيه أن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخلت في بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، يعني مستدبرا القبلة، يعني في جهة المدينة. إذا استقبل بيت المقدس مستدبر القبلة، لأن يعني هذا لازم لهذا، لأن من استقبل بيت المقدس فهو مستدبر القبلة. يعني وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إن ناسا يعني يقولون أنه عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا تستدبر، وقد يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يعني على مستقبل بيت المقدس، وهو يستدل بهذا على يعني جواز ذلك، وأنه لا مانع من الاستقبال. ويعني حديث جابر جاء عنه في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبلا القبلة، يعني فحديث ابن عمر يدل على استدبارها وليس فيه ذكر الاستقبال. وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه الاستقبال. وكما قلت يعني الأولى في هذه الأمور عدم استقبال القبلة واستدبارها، وإن كان يعني هذا يدل على الجواز، إلا أن ذاك الحديث العام الذي يدل على يعني إكرام القبلة ويعني عدم استقبالها وعدم استدبارها، يعني الأخذ به هو الأولى للإنسان، هو الأولى للإنسان. وإن كان يجوز يعني أن يفعل ذلك في داخل البنيان كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في هذا الحديث،
إلا أن الأولى هو هذا، يعني ما دل عليه عموم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أشار إليه ابن عمر يشير إلى أبي أيوب وإلى غيره ممن يقولون ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بعدم الاستقبال والاستدبار، وأنه قد رآه في آخر يعني حياته يعني يفعل ذلك. وقوله في بيت لنا هو بيت أخته حفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وأضافه إليه لأن له به علاقة، لأنه بيت أخته وهو التي أسكنها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بقيت به حتى ماتت، ثم ورث عنها، ورثها عبد الله بن عمر أخوها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه الإضافة يعني باعتبار أن له به علاقة، يعني في زمن رسول الله له علاقة لأنه بيت أخته، فقال بيت لنا يعني هو بيت من بيوتهم، لأن بيت أخته يعني أضافه إليه للعلاقة وللصلة التي يعني تربطهم ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم أصهاره، ولهذا قال بيت لنا. وقال لعلك من وقال لعلك. أما ما جاء في آخر الحديث فإنه قال لواسع، وخطاب لواسع بن حبان، لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. نعم أوراكهم. لعلك من الذين يصلون يسجدون ويصلون يصلون على أوراكهم. فقال لا أدري يعني، ثم فسر مالك معنى قوله يصلون على أوراكهم هو أنهم يعني لا يرتفعون على الأرض عند السجود، وإنما يعني يلتصق كل عضو بعضو حتى يكون وركه قريب من الأرض، يعني بحيث أنه لا يرتفع يعني ينصب قدميه ويعتمد على ركبتيه ويجافي بين بطنه وفخذيه، يعني ويجعل بينهما مجافة ويعتمد على الركبتين، وإنما يعني يلصق في الأرض حتى يقرب وركه من الأرض. يعني قد جاء في بعض طرق الحديث يعني سبب يعني هذا الكلام، وذلك أن واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وابن عمر جالس، فلما فرغت انصرفت إليه فقال فأورد عليه أورده له الحديث الذي فيه يعني ما يتعلق بقضاء الحاجة، ثم قال له لعلك من الذين يسجدون على أوراكهم يصلون على أوراكهم، يعني ومعنى هذا لعل ابن عمر رضي الله عنه لاحظ عليه أنه كان يعني متصف بهذه الصفة أو عنده شيء، وما جزم بهذا، ولهذا قال لعلك. فقال لا أدري يعني ما عندي شعور بهذا الشيء الذي تقوله أو الذي يعني تظن أنني أفعله، يعني ما عندي يعني شعور بهذا، أنا ما أشعر بأنني عملت هذا العمل. يعني إذا وجهه هذا كونه قال هذا الكلام لأنه كان جالس وهو يصلي، ثم لما انفتل من صلاته جاء إلى ابن عمر تروى له الحديث ثم قال له لعلك، لأنه هو لما بدأ بالحديث يحدثه بالحديث ثم بعد ذلك أبدأ له ما لاحظه عليه أو ما يعني يظن أنه لاحظه عليه، ولهذا قال لعلك وما جزم. فقال يعني لا أدري يعني ما عندي شعور بهذا الذي قلته عني أو الذي يعني تظن أنني فعلته، أنا ما عندي شعور فيه. ثم بين مالك رحمه الله يعني يعني هذا المعنى وهذا هذه الذي قاله ابن عمر لواسع بن حبان، وأنه الذي يلصق في الأرض فلا ينصب يعني يعتمد على ركبتيه عند سجوده
ويجافي بطنه عن فخذيه. وأن السنة هي الابتعاد عن ذلك، ويمكن الإنسان يعتمد على ركبتيه وأن لا يلصق يعني بطنه بفخذيه، وأن لا يعني يقرب من الأرض، ويعني يعني يحصل منه الاتصال بالأرض والقرب من الأرض يعني في ساقيه وفي وركيه بحيث تكون قريبة من الأرض نتيجة لعدم يعني اعتماده على ركبتيه. يعني هذا هو الذي يعني يشير إليه كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يجزم بما فعله واسع بن حبان. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التنبيه إلى السنن، ويعني التحذير من مخالفتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى. نقف ونجيب على ما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي قوله باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، ثم ساق الحديث الذي فيه صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه أخذ غرفة فقال بيده هكذا وأضافها إلى الأخرى فغسل وجهه باليدين، مشيرا يعني الإمام البخاري يشير بهذا إلى أن غسل الوجه يكون باليدين لا يكون بيد واحدة، وكذلك أيضا يعني تكون غرفة باليد الواحدة لا باليدين، غرفة تكون باليد الواحدة لا باليدين. ولهذا قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. الغرفة هي بيد واحدة لكنها ضمت إلى الأخرى فصار الماء في اليدين فغسل الوجه باليدين. ثم قوله باليدين يعني غسل وجهه بيديه، يعني أنه لم يحصل منه بيد واحدة وإنما كان بجميع اليدين. وهذا الحديث اشتمل على عدة أمور ستأتي في أبوابها، ولكنه أتى بهذا الحديث هنا من أجل الاستدلال به على هذه المسألة، وهي أن غسل الوجه يكون باليدين جميعا، وأنه يكون بغرفة واحدة باليد، بغرفة واحدة باليد، فلا يكون الغسل بيد واحدة غسل الوجه، ولا يكون بالغرف باليدين جميعا، وإنما يكون بغرفة واحدة بيد واحدة لكنها تضم إلى الأخرى فيكون ما غرفته اليد بمجموع اليدين.
ثم يتم الغسل بذلك. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من إرادة الحديث هنا تحت هذه الترجمة للاستدلال على هذه المسألة. وقد جاء فيه أنه يعني أن غسل أن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، لأنه قال غسل وجهه ثم فصل ذلك بأن أخذ غرفة فمضمض واستنشق، يعني فهذا يفيد بأن المضمضة والاستنشاق أنها من جملة الوجه، وأنه يعني يبدأ بهما فتحصل المضمضة والاستنشاق، وأنها تكون من غرفة واحدة، حيث هذه الغرفة يجعل بعضها في فمه وبعضها يجعله في أنفه ويستنشق ثم يستنثر ثم يمضمض ويخرج الماء. فدل هذا على أن الوجه على أن المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، لأن الحديث بين أنه غسل وجهه ثم قال فصل ذلك بأن أخذ غرفة فمضمض واستنشق منها، ثم يعني أخذ غرفة وغسل يعني ظاهر وجهه، غسل الوجه الذي هو الظاهر، فتكون غرفة الأولى التي هي للمضمض والاستنشاق ما كان باطنا في الوجه وهو الفم والأنف، والغرفة الثانية لما كان ظاهرا ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم أخذ يعني ثم بين الصحابي من هو بن عباس ثم بين رضي الله بين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن أخذ غرفة وغسل بها يده اليمنى، ثم غرفة وغسل اليد اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة وغسل اليد اليمنى الرجل اليمنى يعني رش عليها حتى يعني عمها الماء فغسلها، ثم اليسرى كذلك. يعني وفيه يعني وفيه في بعض طرقه أنه قال لهم أتريدون أن أعلمكم أو أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم توضأ، ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا، وبين رضي الله عنه وأرضاه بالفعل كيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم ذلك أولا ليتنبهوا وليستعدوا. وفيه دليل على حصول التوضؤ للتعليم، والإنسان يتوضأ وهو في نفس الوقت يعلم الناس يعني كيف يتوضؤون لينظروا إلى فعله فيعرفون كيفية الوضوء، لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لهم أتريدون أن أريكم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم دعا بوضوء يعني بماء وتوضأ على هذا الوصف الذي جاء في هذا الحديث، ثم قال رأيت الرسول توضأ نحو وضوء هذا. ففي الأول أشار وعرض عليهم ليستعدوا ولينظروا إلى فعله، وفي الآخر قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هذا الوضوء. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من العناية بالسنن وتعليمها وبيانها بالقول والفعل، لأنه بهذا بيّن بقوله وفعله، لأنه أراد منهم أن ينظروا وأن يشاهدوا ويعاينوا، ثم توضأ وضوءا يشاهدونه ويعاينونه، فيكون بذلك دل على الحق والهدى بقوله وفعله رضي الله عنه وأرضاه. وهو كما ذكرت يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من العناية بأخذ العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبليغه للناس بالقول وبالفعل، حيث كانوا يبلغون بأقوالهم وبأفعالهم كما حصل من ابن عباس
رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. وهذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة وهي ذكر الله على كل حال وعند الوقاع الذي هو الجماع. والحديث ليس فيه إلا ذكر الوقاع والذكر عند الجماع وليس فيه تعرض لذكر آخر، ولكنه يفهم عن طريق القياس، عن طريق القياس، وأنه إذا كان الوقاع يكون عنده الصمت وعدم الكلام ومع ذلك يشرع يعني عنده ذكر الله عز وجل فكذلك يشرع في جميع الأمور. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني مشروعية هذا الذكر عندما يريد الإنسان الوقاع، ليس في حال الوقاع ولكن عند إرادته، عندما يريد أن يواقع فإنه يذكر الله عز وجل. قد جاء في بعض الروايات تسمية يعني قبل هذا الذكر، في بعض الروايات في غير الصحيح صحيح البخاري يعني قبل ذلك بسم الله ثم يأتي بهذا الدعاء، ففيه بيان فضل يعني هذا الدعاء ومشروعيته وأيضا منفعته وفضله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يواقع أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضي بينهما ولد لم يضره، لم يضره الشيطان، لأنه ذكر اسم الله عز وجل ودعي الله بأن يحفظ من الشيطان، أن يحفظ في هذه الحال وأن يجنبهم الشيطان عند هذه الحال التي هي حال الوقاع، وكذلك يجنب الشيطان ما نتج عن هذا الوقاع وما قضي يعني عن هذا الوقاع الذي هو حصول ولد نتيجة بسبب ذلك، فإن هذا دعاء يشمل ابتعاد الشيطان عن هذه الحالة التي هي حالة الجماع، وكذلك عن الولد الذي يكون نتيجة لهذا الجماع الذي ذكر اسم الله عز وجل عليه. في هذا يعني بيان مشروعية ذكر الله عز وجل يعني في هذه الحال يعني عند الوقاع، وكذلك يذكر الله عز وجل يعني في جميع الأحوال. باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرارة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. وهذا ذكر يكون عند دخول الخلاء وعند قضاء الحاجة يشرع يعني ذكره، ذكر الله عز وجل به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فكان إذا دخل الخلاء أو أتى الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهو دعاء عظيم مختصر ولكنه واسع المعنى، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم الخبث هي بضم الباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وهو على هذا استعادة من الشياطين ذكورهم وإناثهم،
لشياطين الإنس شياطين الجن الذكور والإناث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فهو تعوذ من الذكور والإناث من الشياطين. وسؤال الله عز وجل بأن يعيد منهم وأن يخلص منهم. وإنما شرع هذا عند إتيان الخلاء لأن الأماكن القذرة هي التي تكون مأوى الشياطين، فشرع التعوذ عند إرادة الدخول وليس في حال الدخول، يعني عندما يريد أن يدخل يعني المكان المهيأ لقضاء الحاجة يذكر الله عز وجل عند الدخول لا يكون بعده. وإذا هذا إذا كان مهيئا، وأما إذا كان غير مهيئ لأن يريد يعني قضى حاجته في فلات وفي بر ليس هناك مكان محل مخصوص يدخل فيه لقضاء الحاجة، ويكون عند الاستعداد يعني للعمل لقضاء الحاجة كان يبدأ برفع ثيابه فإنه يدعو بهذا الدعاء. فإذا كان مكان معد يدخل من بابه عليه إليه فعند إرادة الدخول، وإذا كان ليس مكانا معدا وإنما أتى الخلاء للمكان أو يعني أراد قضاء الحاجة سواء كان يعني في بناء أو في غير بناء، فإنه إذا لم يكن المكان معدا عندما يبدأ ويستعد ويتهيأ لقضاء الحاجة بأن يبدأ برفع ثيابه ليقضي حاجته فإنه يتعوذ بهذا التعوذ ويدعو بهذا الدعاء، فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند ذلك. وجاء في بعض النسخ يعني الخبث يعني بسكون الباء، وهذا يمكن أن يكون مثل الأول لأن الجمع ما كان من الجمع على هذه الصيغة فإنه تضم العين وتسكن، يعني يعني عينه التي هي الحرف الثاني منه يعني عين الكلمة، لأن الحرف الأول قال فاء الكلمة والحرف الثاني قال عين الكلمة، الحرف الثالث قال لام الكلمة لأن وزن لفظ الفعل. فخبث خبث على هي مثل كتب وكتب، لأن الكتب يقال لها كتب بسكون التاء، يعني فهو جمع يكون محرك الثاني وساكن الثاني، محرك الحرف الثاني وساكن الثاني. فالخبث إذا يعني جاءت على خبث هو مثل الخبث لأن ما كان على هذه الصيغة يجمع بتحريك الثاني وبسكون الثاني مثل كتب وكتب ورسل ورسل وهكذا، فإن الحرف الثاني يكون مضموما ويكون ساكنا. ف يعني ما جاء على هذا اللفظ الذي هو خبث هو أيضا جمع خبيث لأنه مثل الخبث، يعني بدل ما تكون الباء مضمومة كانت ساكنة، والنتيجة واحدة لأن هذه الصيغة تكون يعني للجمع بالتحريك وبالسكون. وقيل إن المقصود بها في حال الإفراد يعني حال لفظ الإفراد وهو خبث المقصود به المكروه، يعني فيكون الاستعادة من كل مكروه، يعني والمكروه يعني ما كان من المأكولات وهو الحرام، ما كان المشروبات وهو الضار، وهكذا. فيكون يعني إذا أريد به الإفراد وليس الجمع يكون شاملا لكل يعني ما هو مكروه مطلقا. باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. هذا الحديث يعني ترجمة باب وضع الوضوء عند الخلاء, ويعني أورد تحته حديث ابن عباس الذي فيه أنه مثلا دخل الخلاء ووضع له ابن عباس وضوءا يعني قريبا منه يعني عند الباب, فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من وضع فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين, اللهم فقهه في الدين. قد جاء في بعض الروايات أن هذا في الليلة التي بات عند خالته ميمونة, وأن الذي أخبره خالته ميمونة, الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم خالته ميمونة أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل من الذي وضع هذا فأخبرته لأن ابن عباس هو الذي وضعه, فدعا له فقال اللهم فقهه في الدين, فصار لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من آثار هذه الدعوة خير كثير وعلم عظيم وفقه عظيم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وكان من أعلم الناس بتفسير كتاب الله, وكان من أحفظ الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقههم فيه, فكان يعتبر من الرواة السبعة من الصحابة الذين يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا, مع يعني أنه صغير السن رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهذا من أثار هذه الدعوة التي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإنما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين, قيل لأن هذا ذكاء, يعني هذا الفعل الذي فعله ابن عباس ذكاء وفقه وفطنة وفهم, لأنه الفعل لا يخلو من ثلاث حالات, إما أن يدخل عليه في المكان الذي هو فيه, وإما أن لا يفعل, وإما أن يضعه قريبا منه, وصار وضعه قريبا منه هو الأمثل وهو الأنسب, لأن دخوله عليه يعني شيء ليس بمستساغ, وكذلك كونه لا يفعل يحتاج إلى طلب, ولكن كونه يضع عنده يعني فلا يحتاج إلى طلب, فيكون تحقق المراد دون أن يعني يدخل عليه في مكان لا يصح الدخول عليه, فكان هذا يدل على الذكاء والفطنة والفهم, فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة. وفيه أيضا دليل على أن من أحسن إلى إنسان أو فعل أمرا لأحد أنه يكافئ بالدعاء, لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كافأ ابن عباس على صنيعه هذا بأن دعا له. في هذا يعني بيان أو دليل على أن الإنسان إذا فعل معه شيء مستحق يعني فيه إحسان إليه وفيه إعانة له أن يدعو لمن يعني حصل منه ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وكافأ ابن عباس على هذا الفعل في هذه الدعوة الكريمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث يعني من آداب قضاء الحاجة,
لأنه لما ذكر يعني قضاء يعني أنه لما ذكر دعاء عند قضاء الحائض دخول الخلاء أتى بعده بوضع الوضوء يعني عند دخول عند الخلاء أتى بعد ذلك بآداب قضاء الحاجة أو بالإتيان بالآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة والهيئة التي يكون عليها الإنسان يعني ما إلى أي جهة يتجه وهل كل جهة يستقبلها أو أن الاستقبال يكون إلى جهات معينة. فهذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط وهو مطلق ليس فيه تعرض لذكر الجدار أو غيره، ولكن البخاري يعني أورد هذا القيد ليس لا يفهم من لفظ الحديث، وإنما يعني استنبط يعني بعض العلماء هذا لأنه إذا كان متجها إلى جدار فإنه فيه ما يحجبه عن القبلة وهو مستقبل هذا الجدار. وقيل أيضا أن هذا المكان ليس محلا للاستقبال لأنه مكان يعني لا يصلى فيه فلا قبلة له يعني من ناحية الصلاة فيه، لأنه ليس محلا للصلاة فليس فيه قبلة فلا يكون له قبلة يعني. وقيل إن هذا إشارة إلى مجموع ما ورد في الأحاديث التي ستأتي، ولكن هذا ما جاء عن في حديث أبي أيوب جاء يعني ما يدل عليه في حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما حديث أبي أيوب فليس فيه شيء يتعلق بذكر الجدار أو ذكر الحائل، وإنما هو عام ومطلق. لهذا جاء في بعض طرقه كما سيأتي عند البخاري أن أبا أيوب قال قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني معنى هذا أن ابن أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه يعني يرى عموم هذا اللفظ لما كان في الفضاء وما كان داخل البنيان، لأنه أخذ به على عمومه. ولهذا كان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه لما قدم الشام وجد مراحيض الجلوس عليها في اتجاه القبلة ينحرف عن يعني اتجاه القبلة، يعني كل ذلك امتثالا لهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله لا تستقبلوا القبلة بقول ولا تولوها ظهوركم ولكن شرقوا أو غربوا، لكن شرقوا أو غربوا. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا يعني هذا الكلام يخص أهل المدينة ومن كان مثل أهل المدينة، يعني استقبال القبلة واستدبارها يكون من جهة الشمال والجنوب، فجهة الجنوب استقبال وجهة الشمال استدبار، وأما جهة الغرب والشرق فهذه لا استقبال فيها ولا استدبار. فإذا الطريقة التي تكون لأهل المدينة ولغير أهل المدينة ممن كان مثل أهل المدينة ممن كان شمال مكة أو جنوب مكة فإنه يشرق ويغرب، وأما من كان غرب مكة وشرق مكة فهذا لا يشرق ويغرب وإنما هذا يشمل ويجنب، يعني يتجه إلى جهة الشمال ويتجه إلى جهة الجنوب. ولكن قوله عليه السلام هنا شرقوا وغربوا يعني بالحق أهل المدينة ومن كان على مثل سمت المدينة ممن كان شمال مكة أو جنوبها، فهذا هو الذي يشرق ويغرب عند إرادته قضاء الحاجة. وسيأتي في حديث ابن عمر
أنه دخل في بيت لهم وأنه ظهر على سطحه فرأى أن المسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة, وهذا في داخل البنيان. فأخذ منه بعض العلماء على جواز استدبار القبلة في البنيان, وجاء في حديث جابر ما يدل على استقبالها في البنيان. فأخذ بعض العلماء من هذين الحديثين جواز استقبال القبلة واستدبارها في داخل البنيان, وأما في الخلاء وفي الفضاء فكما جاء في حديث أبي أيوب. ومن العلماء من قال بأنه على عمومه في داخل البنيان وخارج البنيان, في داخل البنيان وفي الفضاء كما أخذ به أبو أيوب الأنصاري وغيره حيث عممه. ولا شك أن الأخذ بهذا هو الأحوط وهو الأولى. الإنسان يحذر ويحذر.